فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فعلى المسلم أن يتعلم أمور دينه ولو باختصار على العلماء الذين يوضحون له الطريق الصحيح ويبينون له. كثير من الناس يسمع الشرك في القرآن ويسمع الكفر لكن ما يدري ما هو الشرك وما هو الكفر، ويظن أن الله يخاطب غيره، ما يخاطبه هو ولا يوجهه هو، فيستمر على ما هو عليه وما اعتاده وما قلد فيه الناس دون تمحيص وتخليص. فعلى المسلم أن يتنبه لهذا، أن يتعلم أمور دينه على أهل العلم. هناك مختصرات تحفظ وتشرح، هناك مطولات من الكتب، فالأمر واضح ولله الحمد. ولكن الشأن في الذي يهتم بأمور دينه حتى يستقيم عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. ثم اعلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته، وثلث بكم أيها المؤمنون. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن